كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. وأنا إنسان عادي طبيعي. فتيحة عاودي لنا شنو واحد الصفعة ديال الزوج ديالك عبر اللايف اللي شافها جميع كاع المتابعين ديالك، عاودي لنا القصة ديالها واش هي مفبركة بصح ولا تنتي ولا كان السلام عليكم. بعدا اولا تشكر الموقع ديالكم، تشكركم بزاف، مرحبا بكم عندي. لا ما كانتش عفوا ما كانتش هما تقدر يمكن الناس يشوفوا اللايف راه غادي يعرفوا، راه ما يمكنش واحد الانسان غادي يمثل براسو باش غادي يتضرب بديك الطريقه. راه جاتني الضربه هنايا في امي ديك الساعه راه شافو، وجاتني هنا حدا عيني. هي هادشي كامل شنو هو السبب ديالو؟ كنت لحقت واحد لا فيديو ديالي، ودوك الفيديوهات هو راه موالفهم وعارفهم، وكنت اصلا كنصور هو كيكون معايا. ملي صورت لا فيديو لحقتو، هو فعلا ما كانش معايا ملي صورت، صورتو بوحدي في الدار لحقتو. ملي جيت خرجت انا وهاد السيده اللي شفتها دابا معايا في الدار، جيت لقيت واحد السيد راه اتصل بي هاتفيا قال لي ولدي راه ساعه وهو تيهضر معاه، شي ساعه وهو تيهضر معاه. قال لي راه مرتك لحقت لا فيديو شفتيه؟ قال لي لا انا راه لا جيت من الخدمه ما شفتوش، راه كنت ملي انا كنمونطي الفيديو ديالي. قال لي لا خاصك دير ليها، خاصك تقتلها، خاصك تفعل ليها، ديك ماشي مره خاصك دير، خاصك تفعل باش تبان بلي زعما قدام المغاربه انت راك راجل انت. هادي ما فهمتش انا واش الرجوله كتعني لهم زعما بحال هكا الضرب. هو اصلا ضربني ملي خرج من الحبس، ضربني وما بغيتش نقولها، وعاود ضربني وما بغيتش نقولها، وديما كيتناقش معايا على ابسط الحوايج. تناقش معايا واحد المره على فيديو ماشي ديالي، دابز معايا على فيديو ماشي ديالي، جابو قال لي فيديو كهذا انت هذه كتصور في شي دار اخرى. ديما عندنا حنا النقاش على هذا الشكل ديال الفيديوهات، ديما كنتناقشوا، ديما كنضربوا عليهم. كنصبر انا على وجه الاولاد، تنقول انا بلا عاوتاني ما نخرج، ونقول لهم راه ضربنا، واخا كيشوفوني كندير لهم اللايف ولا الفيديو كنضحك، هذا كنبين لهم داك الوجه ديال الضحك وديال ما تبغيش نبين لهم السلبي. ولكن البارح تضربني قدام العالم وما راه شاف. شنو المعاناه ديالك اللي مع هنايا زعما كما قلتي منين خرج من الحبس؟ المعاناه ديالي مع داك السيد بزاف. مبلي اولا راه كنت قلتها لهم وما صدقونيش، كانوا كيقولوا لك لا انت هذه هو راه كيدير هادشي قدامهم. مبلي عادي من المسؤوليه، انا اللي مكلفه بكل شيء. انا بالنسبه للدراري فيا اب فيا ام. هو فعلا كيخدم كيمشي يخدم كيجي من الخدمه صافي، وتيبقى يتناقش معايا على هادشي. هو النقاش ديالو معايا هو الكومونتير، قال لك هذا، كتب لك هذا، قلتي لهذا، لقى شي انستغرام شي واحد بوستا شي حاجه بحال واحد المره تناقش معايا على انستغرام، واحد ديال انستغرام في فاتحه، وكيبوست شي تصاور غير بوستيرات عاديين ما فيهم لا تصاور لا والو. فاتحه قال لك لا انت هذا كيعنيك تتعرفيه من هنا من... تنقول انا راه ما يمكنش واش انا المغرب كله تنعرفو. هذا هو السبب ديالي، المعاناه ديالي مع النقاش على هذا الشيء، هذا على هذا الشكل ديال الفيديوهات. وملي تنقول ليه نحبس القناه تيقول لي لا ما تحبسيهاش. الحاله ديالو في هذاك اللايف واش كانت الحاله عاديه ولا كي كانت؟ ايوا من طبيعه الحال واحد الانسان كيضرب وسط عباد الله ماشي حاله ديالو طبيعيه، واحد الانسان طبيعي وسوي عقليا وراه ما يضربش قدام العالم. شنو الرساله اللي تبغي تقولي للمغاربه اللي قالوا ان هذاك الشيء غير كان تمثيل فقط باش ديري البوز؟ الرساله اللي غادي نقول للمغاربه، انا الا بغيت ندير البوز راه انا عيب تنصور فيديو راه تيطلع ليا، ما غاديش نحتاج البوز بديك الطريقه، وما كاينش واحد الانسان غادي يدير البوز بديك الطريقه بحال هكاك ديال الضرب، غادي ياكل الضرب باش غادي يدير البوز. انا راه ضربني قدامهم وكيشو وديما كيهني، ديما كيضربني، وكنصبر على وجه الاولاد، وكنصبر على بزاف ديال الحوايج. ولكن اش غادي نقول لك، الله ياخذ الحق، انا تيحقر عليا حيت انا بوحديتي، وانا ما عندي حد، انا عارفني انا ما عندي حد. حسيتي براسك محقوره؟ معلوم محقوره، محقوره من جميع النواحي.
محقوره من هو، محقوره من الشعب اللي كيبقى وديك الانتقادات ديالهم اللي كان فتح اللايف، تيبقاو يقولوا شي هضره خايبه، تيبقاو ينتقدوا، تيبقاو يقولوا لي انت ماشي راجل، انت هذا. هادشي اللي بغاو المغاربه راهم وصلوا ليه، يعني راه بغاو يرتكب هذا السيد جريمه، على حقاش اللي كيبغي يقول شي حاجه ماشي بديك الطريقه، ماشي غادي نشدوا واحد الانسان تيحرضوه، تيحرضوه، وتقدروا يدخلوا التعليق عندي وغادي يشوفوا. شنو الاجراءات اللي خديتيها؟ خديت الاجراءات من طبيعه الحال، ديك الساعات ملي ضربني مشيت ديك الساعات هبطت للبريكاد، مشيت رجعنا، جيت انا وياهم لقيناه ما كاينش، مشى صافي، سديت عليا بابي حتى الصباح هاد مشيت صيفط محضر، صافي هادشي اللي كاين. الا جا عاوتاني واش ممكن ان عاوتاني تسامحي معاه ويبقى نفس السيناريو؟ لا. شنو القرار الاخر ديالك؟ القرار الاخر ديالي هو غادي نتفرق انا وياه، هو القرار الاخر باش نعيش مرتاحه انا ووليداتي، هذا هو القرار الاخر. كلمة الأخيرة ليك، شنو تبغي تقولي للمغاربة لا لي هو إلا كان تيسمعك؟ كلمة الأخرى إلا كان هو، إلا كان هو كيسمعني، كلمة الأخرى اللي غادي نقول ليه هو نتفرقوا بالتي هي أحسن، كما كنقولها ليه دائما. يشوف غير راه إلا وجه هذوك الدراري، راه إلا قتلني كما كيقولوا لي راه ما يستافد والو، راه ما يستافد شي حاجة، الدراري غادي يتشردوا من طبيعة الحال، وأنا دوك الدراري وما علاش أنا كنتقاتل، وما علاش أنا كندير بزاف ديال الحوايج على وجه ولادي، انا دوك الولاد ما بغيتهمش يعيشوا في الزنقه ولا يعيشوا متشردين. هذه هي الرساله اللي غادي نقول لهم، وبغيت نقول لهم الله يهديكم، راه ديك التحرض ديال المغاربه وديك التحرض اللي كيحرضوا هو اللي تيخليو هي اختي تصرف بحال هكا، راه من قبل ما عمره ما حط عليا يدي، من قبل ملي تزوجت بيه راه مده 20 سنه راه ما عمره ما حط عليا يدي، حتى النهار اللي بنت في اليوتيوب والتعاليق والتحريض والتليفونات، حتى لدرجه ولاو تيعيطوا على ابيل وتيحرضوها هكاك، دير 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 فعل، وهذاك السيد اللي حرضو حتى هو راه حطيتو في المحضر. الناس اخرين تيديروا اليوتيوب وما تيتعرضوش للانتقادات بزاف بحالك. انا ما عرفتش علاش، ما هذا هو انا اللي بغى يحمقني، انا اللي بغى يسقيني معاهم وبغى يخرج لي العقل، وهو ما عرفتش انا مالهم معايا، انا واش حاقرين عليا؟ واش انا دابا بحال هكاك ملي كنحس بالحكره كنوض ندير شي حوايج اللي ما يتقبلهاش العقل، علاش كنحس انا بالحقره؟ كنشوف الناس كيلبسوا نفس اللباس ديالي، كنشوف بعض الناس كيديروا نفس الفيديوهات ديالي وما كينتقدوهمش وكيتفرجوا فيهم، وانا الله يجعلني غير نلبس بيجامه تيعلقوا لك عليها، لا البيجامه دايره هكا مال فين داك الراجل، هو ماشي راجل هو، هذا هذاك الشيء هو اللي تيخليه ياخذ بحال هاد بحال 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 هاد المواقف دابا اللي خلا. اخر سؤال بالنسبه لقناتك والطريقه اللي انا، واش مازال تستمري فيها؟ واش مازال معلومه تستمر في قناتك؟ تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.